يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا مشاهدي القناة الرياضية وبرنامجكم ماسكوت. القناة دائما تكون حريصة بتنوع البرامج، واليوم برنامجنا بماسكوت بتميمتنا اليوم هي مختلفة عن كل سابقتها في كل البطولات الأولمبية بالتحديد. اليوم ويانا تاكو شان. تاكو شان كان الاسم طويل؟ لا والله مو طويل، هو شخص واحد. وهذه التميمة الغير رسمية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو باليابان عام 72. أوضح أكثر، دورات الألعاب الأولمبية في صيفية وفي شتوية وفي غير رسمية، ومن ثم أصبحت رسمية بالتمام. تميمتنا اليوم مثل ما قلت بالبداية تاكو شان. تاكو شان شنو هو؟ هذه هي بالصورة قدامكم أو يمكم أو هي يمي أمامكم، هي شخصية واحدة ولكن متغيرة على حسب شنو هوى كل رياضة في البطولة. هو دب أسود، بني أسود مايلي البني الداكن، على العموم عندها الأكمام البيضة الكموم البيضة والبرتقالية. حلو يلبس هذا الوشاح اللي يتغير لونه على حسب نوع الرياضة في كل لعبة. يعني إذا مثلا الحين لعبتنا التزلج مغيرين الوشاح، خلوا اللون الأخضر مع الكاب، بالإضافة إلى خلينا نقول الشوزن أو الرماية، هناك رماية صح؟ إي الرماية يغيرونه سووا أصفر مثلا، حددوا له، والله تزلج على القائم مو قارب شو يسمونه؟ جيتسكي يعني زين قاري على التزلج سووا برتقالي، بالإضافة إلى التزلج الآخر على السكيتنج أزرق، فعلى حسب كل رياضة يغيرون الكاب والوشاح بالالوان. حلوه الفكره جدا. الدب نفس ما هو، شكله وجهه ما تغير، عيونه عالجه، كل ما تفاصيله موجوده هو، لكن الالوان هي من تتغير. فعطونا يا تاكوشان بهذه الطريقه. حلوين. على الرغم من ان تميمه مثل ما قلت بالبدايه تاكوشان غير رسميه، حلوين، لكن تعرضت مدينة سابورو إلى الكثير من النقد، وتعرضت فعلا من المشككين في الهجوم على جاهزيتهم في البطولة. لا طق الصدر، منو طق الصدر؟ تاكو شان صعد إلى المسرح كحامي لها ومشجع على الاستضافة، ولسان حاله يقول أنا مستعد لهذه البطولة. من بعد وقوفه على المسرح واستعداده للبطولة، خلونا ندش على في أجواء البطولة، نسولف عن هذه الدورة، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو 72، وهو عبارة عن مهرجان رياضي يقيم في اليابان في الفترة من بين 3 إلى 13/2 من عام 72. فعلا كانت هذه الألعاب هي النسخة ل 11 من الألعاب الأولمبية الشتوية. بعد محاولتين فاشلتين لتأمين الألعاب الأولمبية، حصلت مدينة سابورو أخيرا على حق الاستضافة في عام 72، والحكومة اليابانية أنفقت مبلغ كبير من الفلوس والمال لإنشاء ألعاب أولمبية لا تنسى. كانت هذه الألعاب الأكثر إسرافا حتى ذلك الوقت في 72 لتغطية النفقات المرتفعة، وباع المنظمين حقوق البث التلفزيوني بأكثر من 8 ملايين دولار. عاد حزتها 8 ملايين دولار يسولفون. واليابان هي الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية في سابورو 72، هي المرة الأولى اللي استضيف فيها الألعاب الأولمبية الشتوية. احنا عارفين بأن اليابان استضافوا البطولة الأولمبية الصيفية والشتوية كل واحد على حدة مرتين، وهذه هي كانت الأولى في عام 72، لكن كانت المرة الثانية بشكل عام بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 64 في طوكيو. ايضا اول دورة العاب اولمبية شتوية تقام في اسيا هذه كانت 72. فاليابان بشكل عام هي من تستضيف اولا في قارة اسيا لاي لعبة او دورة اولمبية اقيمت. وللعلم سريعا، من المقرر كانت ان تقام هذه الالعاب الاولمبية الشتوية في سابورو في عام 1940. نستخيل من 1940 كانت الحرب العالمية، فتأجلت الى 72، يعني بعد 32 عام أقيمت هذه البطولة بسبب الحرب بين اليابان والصين واللي تم إلغاها. استمرت المدينة في التقدم بطلب استضافة الدورتين الأولمبيتين الشتويتين 10 و11 بعد الحرب العالمية الثانية، لكن
بالأمر وين؟ لم تكن الملاعب هي الأشياء الوحيدة اللي تم بناها من أجل أولمبياد سابورو عام 72. اليابان هذول مو أي أحد. بمجرد اتخاذ القرار بمنح المدينة حق الاستضافة، تم تحسين البنية الأساسية ووسائل النقل بشكل كبير وتطويرها، وما زالت حتى هذه اللحظة ما شاء الله تبارك الرحمن مستمرين في التغيير والتطوير والمرافق اللي لا تقدر بثمن بالنسبة لشعب سابورو اليوم بالتحديد، هذا الشعب المكافح الياباني اللي دائما ما يطمح انه يستضيف كل البطولات الممكنة رياضيا. 3 من لاعبين القفز بالتزلج اليابانيين فازوا بالميداليات في مسابقة القفز على التل العادي ليكونون أبطال وطنيين. أيضا هذا الإنجاز جعل يوكيو كاسايا أول لاعب ياباني يحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية، وأيضا أول آسيوي على الإطلاق يفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية. بعد نجاح أولمبياد عام 64 نقول الصيفية اللي كانت في طوكيو، كانت اللجنة الأولمبية الدولية سعيدة بالعودة إلى الشرق ومدينة سابورو بالتحديد على جزيرة هوكايدو اليابانية الشمالية. كانت سابورو 9 أكبر مدينة في اليابان عام 72، وأيضا كانت أكبر مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في ذلك الوقت. 2 من الرياضيين اللي فازوا بالميدالية الذهبية في سابورو من تدريب الفائزين بالميداليات الذهبية في المستقبل. منو فاز؟ جوستافو توني بسباق التعرج العملاق. هذا شلون تعرج عملاق؟ شوفوا، وهو أول فوز لإيطاليا في التزلج على جبال الألب منذ 20 عام، وبعد 16 عام قاد ألبرتو تومبا إلى النصر الأولمبي. نروح إلى ديان هولم. من هي ديان هولم؟ هي الأمريكية اللي فازت بسباق التزلج السريع للسيدات لمسافة 1500 متر بعد ما اعتزلت راحت إلى التدريب. ودربت منه إريك هايدن. إريك هايدن هذه عمرها 14 سنة، ماكو يعني توا صغيرة، لكن قالت أنا أبي هذه البنت وأدربها. وهذه صاحبة الـ 14 سنة حققت أداء قياسي في دورة الألعاب الأولمبية متى؟ عام 1908. يعني المعلمة أيضا أفادت التلميذة، والتلميذة صارت بطلة مثل معلمتها. نروح إلى الهولندي أرن تشينك، هو الرياضي الأكثر شهرة في هذه الألعاب الأولمبية لما فاز بثلاث بطولات في التزلج السريع. سريع. فشلت محاولة تشينك في اكتساح أحداث التزلج السريع لما سقط بعد وقت قصير من بدء سباق 500 متر. على قولتهم صار يعني الناس معاه مضايقين زعلانين إن شون البطل سقط، ولكن صار اللي صار وخرج من السباق. أيضا حققت لاعبة التزلج الريفي على الثلج جالينا كولاكوفا ثلاثية شينك، وإن كان ذلك بشكل أكثر سري لوسائل الإعلام العالمية، كانوا اليابانيين ليسوا عادة لهم قوة في رياضات الشتوية، لكن مستأنسين ومستمتعين بعد ما كانوا يعني اكتسحوا خلينا نقول 3 من لاعبين القفز على الجليد بقيادة يوكيو كاسايا، وهذا شيء يعني لهم الشيء الكبير، وحققوا الميداليات في القفز على الجليد مسافة 70 متر. النمساوية، النمسا قالوا يبا عندنا أبطال، شلون ما يكون لهم حضور؟ النمساوية اللاعبة اللي فازت في الميدالية الذهبية منو؟ بياتريكس، ويعني يدلعونها اتركسي، فازت في التزلج الفني. بس معلومة على السريع، التزلج على الجليد لأنواع كثيرة أو مسميات كثيرة، فالتزلج الفني هذا واحد من المسميات، فتركسي فازت بالميدالية الذهبية للسيدات، لكن فوزها هذا كان له تأثير كبير على قواعد التزلج الفني، وكان فعلا كانت نقول اللاعبة شوبة ممثلة رائعة للرسوم المدرسية، لكنها كانت مجرد متزلجة حرة متوسطة. أما نروح إلى الأمريكية جانيت لين، جيدة كانت في الرسوم المدرسية، لكن لا يزال الكثيرون يعتبرونها أعظم متزلجة حرة على الإطلاق. الاتحاد السوفيتي، تعرفون الاتحاد السوفيتي حزتها يعني متفوق في كل شيء في كل الألعاب، يعني كم دولة تحته؟
فالاتحاد السوفيتي كان له نصيب الأسد من الميداليات برصيد 91 ميدالية، ومن ثم ألمانيا ب 12 ميدالية. 14 دولة تأهلوا، لكن ألمانيا الشرقية ورومانيا وفرنسا اختارت عدم السفر لأسباب مالية في المقام الأول. حزتها ترى الفلوس ها قاصرة عليهم، مو أغنية نفس الحين، لا كانوا صعبين يروحون. على العموم تم تصنيف الدول ال 11 المتبقية وفقا لترتيبها في بطولة العالم عام 71. يعني قصتنا اليوم صراحة مشكورين أول شيء مدينة سابورو على هذه الاستضافة، بطولة الأولمبية الشتوية. شكرا على التميمة الراقية، يعني حزتها ما خلينا نقول حلوة، والفكرة كانت جيدة بتغيير الألوان على حسب كل رياضة. الميداليات تنوعت على أبطال كثر، قصص كانت جميلة ومنوعة ولها تأثيرها خلينا نقول على قادم الأيام من الأبطال اللي دائما يبحثون عن قصص الأبطال السابقين، ومن ثم عاد هم ينطلقون من بعده ويكون لهم عبرة ودرس وكيف يحتذى بهم. علموا وصلنا للختام في برنامج ماسكوت الوعد باكر مع تميمة أخرى في الانتظار. سلام.